الحموشي راه نشوفوه في باريس او لا نشوفوه في كندا ولكن ما يقدر فرنسا. والله لحطت الفاج ليكم بالله العظيم لحطت الفاج ليكم. وين اجي حطرجني في فرنسا انا نعرفك راجل ياك حتى نقول للحموشي مرحبا بك في فرنسا ام عاد دخلها معايا جديد لا مو هذا المجيدي لا عبد اللطيف الحموشي هذا الاساس فين في الموضوع ديالي راه لا للافلات من العقاد اقسم بالله وكتعرفوا الهضره اللي تنقول غتحطوا رجليكم في فرنسا غادي تشوفوا الملاحقه او المتابعه وهادشي اللي تنقول لكم. خبر اخر اجرى المدير العام للامن الوطني ولمراقبه التراب الوطني عبد اللطيف حموشي اليوم الثلاثاء برباط مباحثات مع المدير العام للشرطه الوطنيه الفرنسيه فريدريك فو الذي يقوم بزياره عمل للمغرب هامه مختلف القضايا الامنيه ذات الاهتمام المشترك. والله القسم الا غنقول برافو غير الناس اللي كانوا كيوهموا ان هادشي اللي كيقول راه صحيح وثاق به انه صحيح ولكن انا غنقول لكم القصه ديال هادشي هذا. انا والله ما كيهموني الناس اللي غنهضر عليهم في هذا الفيديو حيت بالنسبه لي غير النكيرات. اللي كيهمني هو انت تاخذ العبره من هاد القصه ديال المؤثره ديال هاد بعض الاشخاص بيان سور الخوانه ديال البلاد واحد الصفه كتجمع فيهم كاملين سبحان الله العظيم حتى الشفاره اللي عندنا هنا وعندنا مجموعه ديال الاشياء كيبغي يوهم نفسه كثرت ما كيبغي يوهم الناس كيبغي يوهم نفسه باش يرتكب ديك الجريمه ان هذيك البلاصه اللي غيرتكب فيها الجريمه ممنوع من ان كليا هذاك الشخص اللي غيدير ليه الردع اللي غيشدو يدخل ليها كيوهم نفسه انه ما يمكنش يجي ليه تما. ولكن غنقول برافو لهاد الناس هادو ديال خوانة البلاد حيت اون فوا كيتبع راسك كيوهموك ان البلاصه اللي انت غتهضر فيها ولا البلاصه اللي غتضرب فيها بلادك ولا البلاصه اللي غتضرب فيها المؤسسات ديال بلادك راك محمي وما عمرش غادي ياذيك غير قول ودير اللي بغيتي كيبقاو غادي معاك بدرجات بدرجات بحال السحر درجات الكفر حتى تولي. ولكن دابا انا هذا اللي نهضر عليه والله قصيطه خاويه بقيت كنشوف مقالات مور مقالات وانا نقول بالله السوق فني واحد المقال واحد الفيديوهات ديالو بقيت كنقول من 2014 2015 لا هو لا صحيفه الموندو لا لو بيبليكو لا واحد المربوط لا واحد كانوا كيدعيو ديال ان المدير العام للامن الوطني ما غيمشيش لفرنسا. اسباب شناهي؟ ما غيمشيش فرنسا ما يمشيش اسبانيا ما يمشيش المانيا ما يمشيش وكاننا حنا اللي في حاجه لهاد الناس هادو ونساو بان الخير ديال الاجهزه الامنيه المغربيه اتجاه اوروبا كبير بزاف. يعني ما غاديش نحتاج نقول لكم الحمامات ديال الدم على اللسان ديال السي الخيام الله يرحمه اللي كيقولها اللي نجات منهم اوروبا مرارا وتكرارا بناء على معلومات دقيقه كتوفر عليها المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني ولا المديريه العامه للامن الوطني ولا حتى مجموعه ديال الاجهزه الاخرى الوطنيه. كن اكيد ان كل مغربي ولا كذوك خمسه ولا سته الناس اللي باقيين كيشوفوك اللي ما كيتيقوش بديك الاسطوانه ديالك راه فيما يشوفوك كيتفكروا ديك الجلسه ديالك والابتزاز ديالك للدوله ديال عطوني 6 مليار باش ندير هادي وندير هادي وندير هادي. انا والله ما غنضرك بزاف علاش؟ حيت انا رساله للناس ماشي ليك انت غير انت غير طريق كيفاش انا شفت المدير العام وكيفاش تعاملوا معاه في اوروبا والمسؤولين الامنيين الكبار ديال الدول اللي جاوا عندنا للمغرب في زيارات العمل الرسميه بحال المدير العام ديال الامن الوطني الايطالي المدير العام بالنيابه لجهاز الامن ديال بلجيكا الاستقبال اللي داروه في فرنسا اللي كنتي كتقول عليه ما عمره غيحط فيه رجليه. يعني شوف الوشاح اللي وشحوا غير مؤخرا فرنسا في قلب فرنسا في الوقت اللي انت كتهضر دائما وتقول لا حطيتي رجلي كاينه وغتحط زعما شوف الله القسم انا غنسى الزياره اللي قام بها في العمل ديال الولايات المتحده الامريكيه والمسؤولين اللي تلاقى عاوتاني في بريطانيا. يعني شوف انا هذا الشيء هذا ما خليه جانب علاش؟ لان الدوله الحمد لله المؤسسه ديالها راه ما غتصاغش ليك. يعني ما عرفتش واش كتوهم نفسك ولا كيوهموك هذوك اللي كيتبعوك انه فعلا راه كيتسوقوا ليك. لا السيريف عندك تصحابك انت نكيره من واحد النكيرات راه غادي تخلق غتزعزع لي مؤسسه على قد وخاصك تعرف السي المؤمن بافكار حساد واعداء هذا الوطن هذي ان هاد المسؤولين الامنيين ملي كيجيو للبلاد ديالنا ولا ملي كيمشي عندهم المدير العام كون اكيد انهم كانت عندهم ذره شك وحده في السي عبد اللطيف ولا في الجهاز ديالنا ما غاديش يتعاملوا معاه خوفا من ديك المساءله اللي انت كتظن انها كاينه واللي كاينه غير في الاحلام ديالك. واللي خاصك تعرف كذلك ان بالقياده ديال هاد السيد الامن الوطني ولا عنده اشاع عالمي. هادشي ماشي انا اللي كنقوله، يكفي انك تحل البيسي او الخريطه وحط صبعك في اي دوله كانت وعيط وسول، يكفي انك تسول ديك البلاد اللي راك انت فيها اصلا، ودخل بحث على هذه المعلومه اللي غنقول لك في القلب ديال الدول اللي غنهضر عليها، في المصادر ديال وكالات الانباء ديالها هي، جميع الدول العربيه الشقيقه بما فيهم كذلك الامارات السعوديه وغيرها من الدول، وحتى الولايات المتحده الامريكيه اللي ولات اليوم كطالب باننا نديروا معها اتفاقيه ديال تبادل الخبرات الامنيه، نزيد كولا براك، لا راه خصك تعرف مازال واحد الحاجه اخرى، بالله عليك السي المؤمن واش كظن ان هادشي مجرد مجاملات وتصاور؟
ياك. ياك ما كتظن ان حتى المعلومات اللي كتوفرها مديريه المراقبه التراب الوطني لدوك الدول اللي كتربطنا معاهم الاتفاقيه والشراكه وحتى اللي ما كتربطناش معاهم معلومات مجانيه ديال الخطر اللي كيتربص بهم راه هما اللي كيعطيونا داك المعلومات باش نرجعوا عليهم؟ فيقا الشريف كاس العالم راه كان واضح، والتظاهرات العالميه اللي ولات دابا في العالم كامل اللي كيتواجد في هذا الجهاز حتى هي واضحه، اخرهم الاولمبياد اللي منظمه عندك وسط بلادك. هادي شوف اشوف الجهاز الامني والمجال ديالو فين اللي فرط يكرطاج الشريف، راه فيه الارواح ديال الناس تتلعب تما، راه ماشي هضره في فيسبوك ولا في يوتيوب ولا في الانستغرام نحط فيديو ونقلب على الادز. المغرب راه اصبح فاعل عالمي في هذا المجال بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرؤيه المتبصره ديال جلاله الملك اللي بهذا بالفضل ديال هذا الجهاز والاحترافيه ديالو نجا وخدم مجموعه ديال التظاهرات عالميه ونجا مجموعه ديال المشاكل داخل الوطن وخارج الوطن. سي المؤمن كاسيطه راه سالات. وباش نزيد نختم معك لانت لدوك اعداء الوطن اللي انا كنشوف فيكم فيما قريب غادي تكونوا ان شاء الله مجموعين في بلاصه وحده وكتخبطوا وكتنبحوا بعضياتكم، غادي يمشي معكم في ذاك المثال ديال القافله تسير والكلاب تنبح. اما المغرب راه في الريج عنده الرجالات ديالو اللي خدامين ليل ونهار على المصلحه العامه، ما غنتسناوش حدين بحالكم اللي غيوريونا اش كنديروا في بلادنا من خارج ارض الوطن. المغرب كبير عليكم، السلام عليكم.